اليوم نتكلم على احترام الإرادة الشعبية، يجب أن نسمع إلى صوت الشعب ونحترم إرادة الشعب من جهة، ولكن يجب أن نعمق مسار الإصلاحات بقرارات ثورية. والأهم هو المخرجات من هذه الأزمة، هو كيف نصل إلى مؤسسات قوية مسلحة بإرادة شعبية كفيلة بتحقيق الهدف، وهو القرارات التي تخدم الجزائر أولا وتخدم الجزائريين والجزائريين دائما.